السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، هسه وصلنا إكزامبل ثلاثة موضوع إيجاد إشهادات الخاصة شيرنج سيترسس إن بيمز بالعتبات. بس عندنا هذا إكزامبل رقم ثلاثة، فاين سبيسينج نيم وذ ألاوبل شير فورس 700 نيوتن أند ماكسيموم فيرتيكال شير فورس إن بيم equal to 3000 نيوتن. يعني جد المسافات بين البسامير اللي مثبتين بيها قطرتين مشكلين من عدهن بين هذين البسامير. إذا علمت بأن قوة القص المسموح بها 700 نيوتن وأقصى إجهاد قص يتعرض له البيم أنت 3000 نيوتن، أريد أطلع الواي بار هسه أول شيء موقع النيوترال أكسس، أجي على السكشن مال بيم 200 في 50، كيفك تريد تطلع الواي بار بالنسبة للقاعدة الفوق أو القاعدة الجوة. هسه هو هنا مطلعه بالنسبة للقاعدة الفوق 200 في 50 في نص 50، لأن بعد عن القاعدة الفوق بعد سنتر المساحة عن القاعدة الفوق، اللي دا أخذ أحسب النيوترال أكسس بالنسبة لها 50 على 2 25، 200 في 50 في 25 زائد 50 في 200 في نص 200 100 زائد 50 في 150 على مجموع المساحات، طلع لي البعد عن القاعدة الفوق قيمته 87.5 مم. هسه اجي على النيوترال على المومنت اوف انيرشيا اي نيوترال اكسس، عزم المساحات الثانية حول النيوترال اكسس، اجي على مساحة مساحة بي اتش كيوب يعني 200 في 50 كيوب على 12 زائد 200 في 50 في بعد سنتر المساحة نيوترال اكسس يعني 87.5 ناقص 25 تكعيب زائد بي 50 في اتش كيوب 200 على 12 زائد 50 في 200 زائدا بعد سنتر المساحة غاية عن النيوترال اكسس يعني شكل، يعني اجمعها هذا كله 250 200 زائد 50 250 ناقصا ايش قد 250 ناقصا 100 بعد السنتر مال المساحة وصلت ناقصا 87.5 حتى يطلع لي البعد منها يعني نيوترال اكسس تكعيب، كله راح يطلع الهاي 113.5 في 10.6 مليمتر اس 4. هسه اطلع الكيو اللي هو فيرست مومنت اوف انيرشيا فيرست مومنت اوف اريا عزم المساحات حول النيوترال اكسس يساوي الاريا بالنسبه للبسامير وين صايره، اخذ عزم المساحه الاول للمكان اللي مثبته فيه البسامير، من البسامير مثبتة عندي على هذا الجزء الفوق العلو، إذا آخذ وين دا يصير عندي قوة القص وين تأثر عندي، أنا دا أريد شنو أشتغل بأن أطلع المسافات بين البسامير، بسامير قوة القص وين تأثر بيهن، أنا ذن القطعتين رابطون البسامير من راح أعرضهم إلى قوة قص راح هاي القوة تحاول أن تكسر البسامير حتى ينفصلن ذني البيتين، إذا وين يصير عندي الشغل، يصير عندي الشغل هنا بين البليت بين الخشبتين بين قطعتي، مو خشب عندنا مو محدد نوعيتين، نقول بين دنيا قطعتين تو لانكس هنا، اذا اطلع عزم المساحة الاول بالمنطقة البينية اي اي يا مساحة والمساحة 200 في 50 في بعد سنتر عن نيوترال اكسس -60.5 بعد شاهدنا بعد هي بس هاي اللي تشتغل المنطقة البينية صايرة بهاي المنطقة بعد ما عندي مساحة اخذها زين، بعد شو عندي؟ اريد اطلع
الكيو سمول بالمنطقة البينية هنا يساوي في قوة القص الكبيرة المعرض لها البيم في الكيو at AA على الآي، قوة القص الكبيرة 3000 نيوتن. في الكيو عزم المساحة الأول بالمنطقة اللي داريت أحسب بيها المسافات بين المسامير هنا، أنا حسبتها 625 في 10^3 مليمتر تكعيب على الآي الكلية، طلع لي الشير فلوس 16.5 نيوتن لكل ملم. شلون اطلع السبيسينج؟ السبيسينج هو حاصل قسمة الفورس، اللي الفورس هاي اللي بالبسمار بواحد، الشير فورس اللي معرض الى البسمار بواحد 700 نيوتن على الشير فلو 16.5 نيوتن 100 متر رتوة. طلعت لي المسافات 42.42 ملم سبيسينج بين نيلز ان لونجيتيودينال دايركشن او بيم اكسس، يعني هي المسافة اللي بين بسمار وبسمار بالاتجاه الطولي للبيم لمحور البيم. بس احنا شو نشوف بالتصميم اجي اشيك، بس اقول اني ك 42 هون 42 لاعطيها للفني حتى يشتغلها يشوف 42.42 صعبه، لو اكبرها لو اصغرها خل اجي افحصها. اذا صغرتها اذا اخذت ال 40 خل اشيك ال 40 الكيو، احسب الكيو الجديدة 700 على الـ40 ايش قد طلع لي الكيو 17.5، اقارنها ويا الفي طبعا الكيو الجديدة اطلع من عندها الفي، اخذت الكيو هاي طلعتها 17.5 اجي احسب من عندها الفي الجديدة، في جديدة طلعت لي 3178 أكبر من 3000 نيوتن زين. هجي أحسب الثانية أكبرها، السنة زغلتها سأكبرها قربها ل 45 طلع الكيو الجديدة 15.6، أجيب الكيو الجديدة أعوضها بقانون الكيو أطلع من عندها الفي الجديدة طلعتها 2826 نيوتن أصغر من 3000 أوكي. إذا ياهم أخذ أقول 4S تساوي 40 we can apply it في 3000 because الفي ماكس هنا الفي ماكس شوف هنا نتناقش النتيجة مالتك. أقول إذا استخدمت ال 40 شوف هنا الفكرة وين الفلسفة، إذا استخدمت قد صغرت المسافة بين بسمار وبسمار راح الفي الجديدة مالتي ماكس تطلع أكبر من الفي الأبلايد، إذا أوكي. لكن إذا كبرت المسافة بين بسمار وبسمار راح تطلع لي الفي الجديدة أصغر من الفي المسلطة، راح يصير عندي فيلر. أنت خذوها منطقيا، إذا صغرت المسافات راح تزداد عندك عدد البسامير، راح أني أقوي منطقة الربط هاي مالتي، هاي منطقة الربط أقويها. إذا كبرت المسافة بين بسمار وبسمار حتقل البسامير، فراح يصير عندي ركاكة بمنطقة الربط، حيصير عندي ضغط. إذا الأفضل كل ما أصغر المسافة، يعني 42 أختار 40، كل ما أصغرها كل ما أحسن لي. طبعا عندي ليميت، يعني أنا خو ما أصغر أخذها مثلا 42 هاي بوينت 4 بوينت 42 أخذها 40 ما أخذها 35، يعني ما أصغر زايد التصغير. إذا أصغرها هواية راح تزداد عندي عدد البسامير، راح أدخل بمرحلة الأن إيكونوميك، أدخل بمرحلة اللا اقتصادية، راح تزداد عندي البسامير، اروح اشتري بسامير حتزداد عندي الكلفه، فما يصير الزغرها، بس الزغرها بشيء معقول تمام، يعني تقللها درجتين، درجه هسه مثلا 42 اقرب عدد صحيح 40 تمام زين. هسه عندنا خذ لي هوم وورك، بدل قوة القص اللي بالبرغي بالبسمار الواحد 1000 نيوتن، وقوة القص المعرض له المعرض له البيم الكلية مو كانت 3000 4000، وعيد الحسابات الجديدة بقي نفس الأبعاد تمام زين.
بس أريد آخذ لي مثال آخر. إذا كانت المسامير جانبية رابط بالبيم بليتات جانبية، شو يقول لي؟ فايند سبيسينج وذ الاول شير فورس، نعطيني على 700 الماكسيمم شير فورس بالبيم هم نفس المثال السابق، جد المسافة بين مسمار ومسمار. نفس المثال السابق احسب، اطلع موقع النيوترال اكسس نفس راح يطلع الاي. الاي هنا ايضا راح تكون نفسها، الان نفس الشيء السكشن داش تقول فيه، فالاي راح تكون نفسها. اللي راح يختلف عندي شنو؟ راح يختلف عندي الكيو، المنطقة اللي راح يصير الشغل بيها. بس هناك هنا المنطقة كان راح كان يصير الشغل بيها منطقة الربط، يعني المساحة فوق. الثاني وين راح يصير الشغل؟ هنا المنطقة البينية، هنا منطقة الربط بي بي، وهنا بي بي. يعني يا ايريا دائما انت شنو يا مساحة تاخذها حتى تحسب لها عزم القصور، تحسب لها عزم المساحة الأول لكيو المن تحسبها، تحسبها للمنطقة اللي راح يصير بها القطع، المساحة اللي فوق محور القطع. ذاك المثال السابق المنطقة اللي رابطها بالمسامير، إذا انقطع من المسامير راح تنفصل هاي المنطقة، يا مساحة أخذ فوقها هذيك وين؟ شوف وين الرابط صاير عندي هناك جانبي، المسامير بدها تلزم لي هاي البليتات هذني بالبي، وهاي البليتات بالبي. المنطقة البينية يا هي هاي راح تصير، إذا المساحة فوق المنطقة البينية هاي فوق، تمام؟ يعني أجي آخذ الكيو، هاي المساحة شقد؟ 50 في شقد؟ نحسبها شقد هاي؟ 50 طبعا في عزمها 50، هاي مو 50 الارتفاع، 50 المساحة. المساحة اجي احسب المساحة واحدة من ذنك، يعني الاثنين سيمتريك، اذا غير متماثلات تحسب من الاثنين تاخذ الاكبر، واحدة من عدن هسه ذني متماثلات تاخذ واحدة من عدن. 25 في 50 في بعد سنتر هاي المساحة عن نيوترال اكسس، 25 في 50 في بعد سنتر اللي هو 50 على 2 25، يعني 87.5 ناقص ايش قلت؟ 87.5 ناقص 25 ايش قلت تطلع؟ تطلع 62.5، طلعت الكيو ماينس 70.25 من المتر تكت. اجي احسب الكيو سمول ناتج عن ضرب ال V الكبيرة التلاتين في Q، كاب طلع ال I، طلعت لي 2.065 مم. أجي أحسب المسافات، أقسم قوة القص المعروض لها المسمار الواحد على ال Q الصغيرة، طلعت لي مسافة 339 مم. spacing between nails and longitudinal direction باتجاه طولي لل V المحور B. طبق لي ايضا هوم ورك هنا، هم اخذ لي نفس السابق، هنا 1000 نيوتن هنا 4000، هم احسب لي نفس الحساب. عندي هذا المثال رقم 5، ترى رقم 5 ايضا نفس الابعاد ونفس القوة من المثال السابق، هم هنا راح اجي احسب الواي حتطلع نفسها والهاي، بس هنا وين منطقة الرابط؟ هم نفس الشيء، وين منطقة الرابط؟ هنا تشوف المسافة الوجه البيني اللي حيتعرض إلى قوة قص هنا منطقة المساحة الفوق المحور البيني سي سي المساحة فوقها، منها سي سي المساحة فوقها، لأن يعني هي هاي النقطة، هذا الجزء رابطة بسمار منها وهذا الجزء رابطة بسمار منها، من حينقطع حينفصل من عنده هذا الجزء وحينفصل هذا الجزء، إذا يا مساحة آخذ لها عزم القصور الأول اللي فوق سي سي فوق المحور بين هاي هاي، بما انه اثنين هم متماثلات اخذ واحدة منهم، واحدة منهم 75 في 50 في 57.5 ناقصا 25 نفس الشيء
حيطلع لي. إذا تلاحظون هنا، هنا كل ما تزداد عندي المساحة اللي فوق فوق الوجه المعرض لإجهاد هذا القص، كل ما تزداد عندي الكيو، وبالتالي كل ما تزداد عندي الكيو راح تزيد عندي الكيو سمول الشير فلو. من راح تزداد عندي الشير فلو راح تقل عندي المسافات، لأن السبيسنج تتناسب عكسيا مع الشير فلو. لاحظوا 113 ملم سبيسنج بين نيتس ان لونجيتودينال دايركشن اوف بيم اكسس. نفس الحاله مسوي لي هوم ورك على نفس الهوم ورك اللي اعطيتكم اياه قبل، انه 1000 نيوتن 3000 نيوتن، وهم يحسب لي نفس الحسابات اللي مطلوبه منك المس اللي هي شنو السبيسنج.